مساء الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير مع قناتكم قناة الملكة والأمير. مع كل الحزن ومع كل الألم، الإشاعات المغرضة، ومع قناتكم قناة الملكة والأمير التي تشهد للجميع بأننا بأيام تمر بها الغلاء والوباء، ومع كل ذلك إلا أننا نمر بأيام أعياد وهو عيد الأضحى، ونهنئ جميع إخوتنا المسلمين بهذا العيد المناسب لهم. ومع كل ذلك إلا أن هناك الشرفاء، هناك الذين يستحقون المدح والكرم. من هو الرجل؟ الكل سرق من مصر وسافر إلى الخارج وهرب، إلا هذا الملاك أحضر ملايين الدولارات إلى مصر، الوحيد اللي أعطى كل ما له فخر العالم. هذا الملاك أنت اللي مصر مديونة ليك يا أعظم من أنجبت مصر. تركت المال والمناصب والتكريم وحياة ملوك علشان بلدك، وعشان تخليهم هم اللي يسافروا مصر طالبين العلم منك. عكست المعادلة في أيامك ورفعت راس بلدك أمام روما وأمريكا برفضك مناصبهم. دست عن مادة ورفضت رئاسة أكبر منظمة في العالم. أنت نبع العطاء، أنت معلم، أنت رافع الكل وناكر ذاتك. ملايين الدولارات تحولت لك من الخارج إكراما لجهودك وتعبك، لأنك لا تريد شيئا على الأرض. عشت تعمل من أجل إسعاد الناس، تعبك كان شفاء للكثيرين. شكر واحترام وانحناء أمامك أيها الملاك السمائي القلب الأبيض، إنه يا سادة ملك القلوب بلا منازع، الذي أشفى قلوب المرضى، قلوب الأطفال، أنشأ قلوب رحيمة من أطباء عظماء. هذا هو الشخص الكريم الذي شاعت عنه أنه في حالة وفاته هل يدخل السماء؟ هل يكون في الجنة؟ لأنه قبطي مسيحي. وهناك الداعشيين والسلفيين الذين يبحثون عن هل سيدخل الجنة، ولكن لا يبحثون ماذا فعل هذا الرجل العظيم. اذكر في التعليقات من هو هذا الشخص العظيم. انه المحب، انه رجل القلوب، انه رجل المحبة، انه رجل السلام. ترك كل ما هو من عظمة، من مد، من سلطات، من دولارات، من الدول الأخرى، وليس مثل الأقباط المهاجرين الذين يبحثون دائما عن إشعال الفتنة ويطلبون بقطع المساعدات عن مصر العظيمة. لابد أن يكون لنا انتماء عظيم لوطننا الجميل. كل الشكر وكل الحب. لو تعرف من هو هذا الشخص العظيم قول في التعليقات، وهيبقى ليك حدث عظيم وحاجة قيمة جدا جدا. كل الشكر، كل الحب والتقدير، لأنه قبطي يعني مصري، ليس لأنه مسيحي ولكنه قبطي أي مصري. لو عجبك الفيديو أرجو الاشتراك بالقناة مع قناتكم قناة الملكة والأمير. شكرا لك أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم أمين. لا تنسوا اشتراككم بالقناة قناة الملكة والأمير. مساء الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير مع قناتكم قناة الملكة والأمير. مع كل الحزن ومع كل الألم، الإشاعات المغرضة، ومع قناتكم قناة الملكة والأمير التي تشهد للجميع بأننا بأيام تمر بها الغلاء والوباء،
ومع كل ذلك إلا أننا نمر به أيام أعياد وهو عيد الأضحى، ونهنئ جميع إخوتنا المسلمين بهذا العيد المناسب لهم. ومع كل ذلك إلا أن هناك الشرفاء، هناك الذين يستحقون المدح والكرم. من هو الرجل؟ الكل سرق من مصر وسافر إلى الخارج وهرب، إلا هذا الملاك أحضر ملايين الدولارات إلى مصر، الوحيد اللي أعطى كل ما له فخر العالم. هذا الملاك أنت اللي مصر مديون ليك يا أعظم من أنجبت مصر. تركت المال والمناصب والتكريم وحياة ملوك علشان بلدك، وعشان تخليهم هم اللي يسافروا مصر طالبين العلم منك. عكست المعادلة في أيامك ورفعت راس بلدك أمام روما وأمريكا برفضك مناصبهم. دست على المادة ورفضت رئاسة أكبر منظمة في العالم. أنت نبع العطاء، أنت معلم، أنت رافع الكل، وناكر ذاتك. ملايين الدولارات تحولت لك من الخارج إكراما لجهودك وتعبك، لأنك لا تريد شيئا على الأرض. عشت تعمل من أجل إسعاد الناس، تعبك كان شفاء للكثيرين. شكر واحترام وانحناء أمامك أيها الملاك السمائي القلب الأبيض، إنه يا سادة ملك القلوب بلا منازع، الذي أشفى قلوب المرضى، قلوب الأطفال، أنشأ قلوب رحيمة من أطباء عظماء. هذا هو الشخص الكريم الذي شاعت عنه أنه في حالة وفاته هل يدخل السماء؟ هل يكون في الجنة؟ لأنه قبطي مسيحي. وهناك الداعشيين والسلفيين الذين يبحثون عن هل سيدخل الجنة، ولكن لا يبحثون ماذا فعل هذا الرجل العظيم. اذكر في التعليقات من هو هذا الشخص العظيم. انه المحب، انه رجل القلوب، انه رجل المحبة، انه رجل السلام. ترك كل ما هو من عظمة، من مد، من سلطات، من دولارات، من الدول الأخرى، وليس مثل الأقباط المهاجرين الذين يبحثون دائما عن إشعال الفتنة ويطلبون بقطع المساعدات عن مصر العظيمة. لابد أن يكون لنا انتماء عظيم لوطننا الجميل. كل الشكر وكل الحب. لو تعرف من هو هذا الشخص العظيم قول في التعليقات، وهيبقى ليك حدث عظيم وحاجة قيمة جدا جدا. كل الشكر وكل الحب والتقدير، لأنه قبطي يعني مصري، ليس لأنه مسيحي ولكنه قبطي أي مصري. لو عجبك الفيديو أرجو الاشتراك بالقناة مع قناتكم قناة الملكة والأمير. شكرا لك أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم. أمين. لا تنسوا اشتراككم بالقناة قناة الملكة والأمير.